كانت مدينة أجادير ولا تزال على امتداد ردح من الزمن، محضنا للأدباء والمبدعين في مختلف الميادين وشتى المجالات. عزيز لغراس واحد من أولئك المبدعين التشكيليين الشباب، ابن مدينة أجادير، تشرب الفن منذ المراحل الأولى للصبا، فكان الإبداع واللون والحلم. البدايات كانت بدايات كجميع يعني الناس الصغار كيفاش كيتأثروا المحيط ديالهم، ربما العائلي، ربما انا كانت عندي تأثر بالمحيط العائلي سيرتو في الاخوان ديالي كان كيرسموا، الاخوان ديالي بجوج كان كيرسموا يعني، وكنت نتأثر بهم من خلال الرسوم اللي كان كيديروا. ولكن من بعد خديت مسار يعني، هذا المسار ما كيجيش هكذاك، ولكن كيجي بواحد احساس وبواحد كل واحد والتجربه ديالو وكل واحد والشخصيه ديالو. دونك تبقى تاثر على مستوى العائله في الاول. نكسر سكون المكان لنتقاسم مع الفنان التشكيلي عزيز لغراس لحظات ولادة العمل الإبداعي. بالنسبة للتعامل مع الألوان، هو كما كيقولوا بأن الفنان التشكيلي يعني كيخصو أولا يعني كيكون على مستوى الإحساس. دونك الإحساس ما يمكنش تقول بأنه يعني ربطه ممكن تربط الإحساس بتجربة أو تجربة معينة، ولكن اللي كيهم هو أن الإحساس هو أهم حاجة في الكون. يعني مفهوم ديال الإحساس هو مفهوم كوني، لهذا فالألوان كيجيو كذلك بإحساس ديال الفنان وبالتأثر ديالو بما يحيط به من كل سيرتو الطبيعة، فالطبيعة فهي مليئة بالألوان، وهي الطبيعة فهي فنان كبير، لا يمكن لنا أن يعني أن نتجاهل ما نراه في الألوان التي نراها كل 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 يوم وكل صباح. ألوان جميلة جدا، وكيبقى تأثر بالألوان، وكتبقى الألوان يعني يعني شي حاجة اللي كتجي بإحساس ونفسية كذلك، وحب لبعض الألوان اللي كيتأثر بها كل فنان. تنقل الفنان التشكيلي عزيز لغراس بين مدارس مختلفة قبل أن يستقل بأسلوبه الفني الخاص. المدارس هي كثيرة، ما يمكنش يعني تكون مدرسة واحدة، وكيبقى الفنان كيتأثر بجميع ما هو يعني ملموس على مستوى التراث الإنساني، التراث الفني اللي داز. ما يمكنش نذكروا بزاف ديال التيارات اللي دازوا فنية يعني على مستوى العالمي، بينهم التكعيبية، السوريالية، الدادائية، إلى حد الفن المعاصر والفن الحديث، الفن العام المعاصر حاليا. ولكن كان التأثر ديالي بزاف تأثر بالمدرسة التكعيبية، وسيرتو بيكاسو على المستوى الفلسفة الفنية اللي كانت عند بابلو بيكاسو. ثم كانت تأثر كذلك بالمفهوم المدرسة السوريالية، لأن المدرسة السوريالية كانت ماشي تيار يعني مدرسة يعني في فني، ولكن كان تيار فني وأدبي وفلسفي وفكري، يعني عطى بزاف ديال الانطلاقات اللي ما نراه حاليا من تطور على المستوى الفني، يعني سواء الفن الحديث أو الفن المعاصر. بخصوص الفنان التشكيلي عبد العزيز لغراس، بحكم يعني القرب ديالي معاه واشتغلت معاه يعني مرارا في مجموعه من التظاهرات الفنيه، سواء على الصعيد اكادير هنا ولا على الصعيد الوطني. دونك التجربه ديالو كنشوفوا بلي انها تجربه يمكننا نصنفوها ضمن ما يسمى بفن لا غانفورميل، او لا تجريد ديال لا شكليه، اللي ما كتاخذش واحد الشكل معين. بطبيعه الحال هي سيت ابستراكسيون. وكذلك كنشوفوا بلي ان عبد العزيز لغراس عنده واحد لا فورس
في الجانب ديال اللوم، يعني دائم عنده الهم ديال البحث في اللاون. سيرتو مثلا التجربه الاخيره ديالو اللي اشتغل على لو تيم ديال لا فلور او الازهار بصفه عامه، وكيكون عنده يعني عنده واحد الاشكاليه ديال اللون الاحمر. يعني كنعرفوا بلي ان الاحمر يعني ماشي من السهل انك تشتغل بهذا اللون هذا. دونك ويعني كنشوفوا دائما في الاعمال ديالو كيكون يعني واحد الاحساس حاضر، يعني سواء من جانب كذلك استعمال الماده في الاعمال ديالو بطريقه جميله، يعني كي انتيغري المجموعه ديال المواد في اللوحات ديالو بطريقه موفقه. منظور اخر، اللون والماده يعني حاضره بقوه في الاعمال ديال عبد العزيز الغراز. كما كنشوفوا يعني الاعمال ديالو الا شفناها من الوهله الاولى يعني الا شافها ان اوبسيرفاتور غادي غيقول بلي ان كاين واحد التلقائيه مفرطه، ولكن بالعكس اي يعني اي اكسيون اي حركه او اي لون او ماده الا وكتحط يعني بواحد المنظور اللي هو محسوب. هذا من جهه. من جهه اخرى كنشوفوا يعني المضمون ديال الخط، مضمون ديال الخط كيظهر مره في الاعمال ديالو، وهو اللي كيعطينا يعني ذاك الارتباط الانسان بالخط. كنعرفوا منذ القدم ان اول حاجه اكتشفها الانسان هو الخط، يعني باش كيخطط سواء في الطين او في الحائط الى غير ذلك. عندي واحد المبدا او واحد الملاحظه، وانه كاين ستيل، كنامنش بان حاجه فيها ستيل ماشي ستيل، وان الفنان كيبقى كيشتغل اشتغال يشتغل كيبقى ماشي مثلا كاين مفهوم خطا مثلا لابستري بانه الفن التجريد بانه هو تلطيخ للصباغه، فهذا خطا. فلابستري في نظري هو رؤيه معمقه، ورؤيه معمقه لكل ما يمكن ان نراه في الواقع، واحساس وهو تراكم، وهو كذلك تراكم في جميع كل ما يمكن ان نتاثر به كل يوم وكل كل لحظه. لهذا فما الستيل فهو كيبقى الارتيست تحدد راسه في الستيل، فكيبقى كيعاود راسه، لهذا كيبقى فالفنان هو متجدد، ما كيكونش عنده. وان فعلا انه انا يعني الفن ديالي فهو فن تجريدي، ولكن ما يمكنش يعني اننا نقول بانه محدد في بعض الاشياء وبعض الالوان الى ما غير ذلك. الاعمال التشكيليه للفنان الغراز سفر ابداعي في عوالم اللون والجمال والحلم.